بنعيد الحلقة تاني. احنا بقى ايه، اقول لكم بقى على الصعايدة بقى، عملنا الحلقة وكله فل، وتريني ما عملتش جو لايف، ساعة بنسجل، فاسمحوا لنا ان نلتقي بكم تاني اعزائي المشاهدين، ونتكلم معاكم في قصة فداء واولادها الامامير فين وراحوا فين. طيب اللي نام واللي تعب. طيب فداء، انا النهارده اول مره اسمع صوتك في التليفون، كلمتيني من زحمه اعتقد، وبيني وبينك ساعه ونص تقريبا، وقالت لي انا يعني عايزه اتكلم معاك وكده. اهلا وسهلا بيكي، عن طريق برضو واحده عابره متنصره سوريه. السوريين هم الوقت يعني البريمو في لا، الرب اختارهم عشان تكون دي نهضة، نهضة تكون صح 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 اختار شعبي ده الغلبان عشان يعرف. السوريين اعداد ضخمة جدا يا جماعة، اعداد ضخمة. استاذ جورج، استاذ جورج، اعداد ضخمة جايين للرب. فاعداد الكبيرة دي منهم بنتنا فداء، وهنسمع برضو قصة مريم. مريم وصلت امبارح بسلامة الله من الأراضي السورية، أهلا بك يا مريم. طيب أنا عايز قصة فداء فيها حاجات عجيبة فعلا. في التسجيل لما سجلنا وأنا ما عرفتش أحطه على ما عرفتش أحطه جو لايف كده وأتركه لحضراتكم، فإحنا بنعمله للمرة التانية، سمعت قصة عجيبة، سمعت معجزات، سمعت ألمات، وشفت دموع، شفت مجد ربنا، حسيت ان انا فعلا بمسك قصه من الكنيسه الاولى، كنيسه سفر اعمال الرسل، دي الكنيسه الاولى، الكنيسه اللي مليانه بالروح والصلاه الحاره والعمل العظيم لربنا، وايديه المعجزات اللي بتحصل لك يا فداء. طيب معاكم فداء، انا مش عايز اتكلم، عايز اخلي فداء هي اللي تتكلم وهي بطله هذه الحلقه. اهلا بك يا فداء، وعرفي نفسك للناس. تفضلي. فداء من سوريا، مؤمنه بالمسيح من 10 سنوات، 11 سنه، اتخذت خطوه من 11 سنه، امنت فعليا من 2 سنين من ولاده بنتي الكبيره، اتخذت قرار منح حياتي كل لحظه فيها ليسوع المسيح. الموضوع ابتدى ان انا من اسره من اقليات مسلمه، الاسلام ما بيعترف فيها، والمسيحيه اللي هي ايه بقى؟ الطائفه العلويه، الطائفه رئيس حافظ الاسد وبشار الاسد وال الاسد، اللي هم اقليه في سوريا ولكن هم الفئه الحاكمه. انا خلقت وكنت ببيت مش متعصب دينيا، معنا فرائض، ما في قوانين كقوانين الاسلام السنه اللي بيفرض علاقه خوف بين البشر الطبيعيين والله، كأن الله جلاد. يعني العلوية نوع من تهذيب الإسلام أو التخفيف من قيود الإسلام. هم أنا ما قريتش فيها شوية. صحيح. أو هو أول خبر أو أول موضوع شدني، لأني أنا اتمرد على العلوية نفسها. رغم أنها مجهولة، رغم أنها تخفيف للإسلام المتحجب، تخفيف للإسلام وانفتاح على العالم، وانفتاح على العالم، تمام. ولكن ليس معروف إذا هي إسلام فعليا أو مسيحي، أو حتى يعني كل الناس في سوريا تعرف أنه نحن منعوتين باليهود، أنتم يهود. فالموضوع أنه كان أول ثورة ضد العلويين نفسهم، ما كانش قرار بالإيمان المسيحي، لكن كنت أبحث من هو الله، من نحن. ابتديت أنه بالفترة الأولى من حياتي، أول 15-16 سنة، عايشة في بيت مش حاكم قوانين، ما في فرائض دينية، ما في شيء بيجبر أنه نصوم ونصلي مثل الإسلام اللي كنا نشوفه كل يوم جمعة، يتركوا الأكل والشرب وكل شيء يروحوا على الجامعة. اللي هم رايحين خوف من الله وليس إيمان. يعني أنت بتعتبر العلوية دي كانت خطوة في طريق أنك تعرفي يسوع؟ نشكر ربنا. أو تخلعي ثوب الإسلام اللي دمه تقيل ده، صعب عليكي. أكيد. تمام. وخطوة عشان أنه أنشر وأكون وسط المجتمع اللي أنا فيه ثورة.
فتح عيونكم لتعرفوا من هو الله الحق. ايه تمام. كان أنا دراستي مختلفة كليا عن الشيء اللي أنا ابتديت أتخصص فيه. أنا تخرجت ملاحة أحرية، القانون يمنع عمل المرأة في البحر. كان الخيار إني أتوجه للتعليم باعتبار شهادتي علمية، وتعينت دائما في سوريا. السوريين بيعرفوا إنه المناطق الساحلية عقد مع المناطق النائية لمدة 5 سنين، وكنت أنا بالرقة. معلم الرقة في وسط مدينة، يعني وسط سوريا، انت معلمة رياضيات. معلمة رياضيات في مدينة الرقة، الرقة في محافظة الرقة، مدينة الصفة، كنت ست في محافظة الرقة، مدينة الطبقة ده انت في بالتحديد. احسن مكانين، أيوة، الرقة والطبقة لصار لاحقا ونهاركو فل. عاصمة الدولة الإسلامية في العراق والشام، يا ربي صارت العاصمة الخلافة الإسلامية. واو. لكن مشكور ربنا أنه حطني بعائلة أقليات ونقلني إلى مجتمع في التشدد الإسلامي السني المتطرف. فعملت وزواج من مسيحي، فأنا عاشرت دول ودول ودول. انت متزوجة مسيحي؟ مسيحي. وانت كنت مسلمة؟ وأنا كنت مسلمة، كنت أقليات، كنت أقليات بس لأنه مختلفين عن الإسلام. لكن ما بيعترفوا المسلمين، ما ما هو بيعترفوش. دي المشكلة، لأن دول رضيوا بينا ولا دول رضيوا بينا. يسوع رضي بك. أمين. تمام. فالموضوع أنه أنا ابتديت أدرس في المنطقة في بداية 2011. كان مفروض أني التزم بمنطقة مش جدا متعصبة، لأن كان فيها سلطات روسية، باعتبار كان فيها سد الفرات وهم مشرفين عليه. كان منطقة شوي متحضرة غير أهل البدو المناطق الشرقية. بال 2011 ابتدت الثورة السورية، كل بيعرف، وبدت تسيطر على مساحات كبيرة من سوريا. كان فيها ناس كثير مظلومين وصرخوا، كان فيها ناس كثير اتخذوها خطوة للإجرام، كان في ناس كثير كان في عندها رغبة إنه تحقق مكاسب مادية ومشت مع التيار. فأنا بوسط هذه المنطقة انقطع الطريق اللي بيعيش بحمص، بيعرف ساعة مجازر بحمص، انسكر الطريق لمناطق أهلي كل بيعرف أنا من منطقة ساحلية، فصار كثير صعب أوصل. وبنفس الوقت في مناطق للعراق أنا ما عندي حدا، فاضطريت أبقى بالمنطقة هنيك بالطبقة حصرا. بالمدرسة كنت أنا مدرسة رياضيات متوسط 7-8-9 بال 2011-2012 وال 2013 لبداية تنظيم داعش. أول مرة أنت كنت عايشة وحدك؟ وحدي طبعا، وحدي مع بابا معلمات وماما. ما بسكن المدرسة؟ أيوة، ما بابا وماما في بلدهم، في بلدهم. أنا كبيرة عند أهلي. ابتدت الأحداث بال 2011-2012، كان عصابات مسلحة. أول شيء ابتدت ثورة، ينادوا بالثورة والحرية والمساواة، اللي طبعا مخصصة أبدا باللي صار بعدين. الناس انجرت، ناس طمعت، وناس صدقت. أنا كنت من الناس اللي ضايعة، مش عارفة أنا صدق ولا. غالبية السوريين، غالبية العرب. ابتدت العصابات المسلحة تدخل على البيوت، كل عنصر تابع للنظام، كل عنصر مختلف بالرأي، كل عنصر مخالف بالفكر جريمة وعقاب ومكان جريمة. يعني عصابات ضد بعض؟ ضد بعض. عصابات تابعة للنظام وعصابات تابعة للمعارضة أو المسلحين. أيوة. لا، وناس معارضة شريفة اتخذت الوقوف جريمة. اتخذت السلبية. أنا عايز أعرف مين اللي حينتصر وأكون معه. السلبية. أيوة. الانسحاب. أيوة أيوة. الانسحاب الآمن. أيوة. بيسموه. ابتدت الأحداث تزيد، عمليات القتل تزيد. أنا شخصيا ما حضرت أكثر من 10 عمليات قتل. في منطقة الطبقة اللي كان ياخدوكوا يفرجوكوا بالإجبار، انتوا مجبورين تكسروا روح العنب اللي عندكم، انتوا مجبورين تجوا ونحن الأقوياء وانتم الضعفاء. كل يوم جمعة الكل بده يجي على ساحة الإعدام، الإعدام ساحة مسجد الحي الثاني، يحصل الإعدام ان كان بالذبح، ان كان بأي وسيلة كانت. هاي بقية سنة قبل تنظيم داعش. تنظيم داعش ابتدى يفوت بكميات قليلة جدا وأعداد قليلة، لكن إنه سيطر بسبب الدعم المادي الكبير. كانوا يشتروا العصابات، يا معنا يا لا. ثاني شيء الإرهاب اللي عندهم، يعني عملوا عمليات إجرامية. العقل البشري إنه ما يقدر يتحمل أو يشوف
المجازر اللي عملوها. احكي لي عن مقتل الضابط التوني. كان أول عملية اغتيال اللي عملوها اللي لشخصية حضرتيها حضرتها أنا وزوجي. لاحقا أنا تزوجت المسيحي كرمال ما روحنا داعش، يعني يا كان أتزوج مسيحي وأعيش في بيئة مسيحية على أساس إني أنا تزوجت سابقا وليس الآن، يا أكون سبية، تتخطفي أكون سبية مثل السبايا اللي جابوها من مصر والعراق. انت شفتيهم برا؟ عملوا سوق للنخاسة مثل أيام الرسول ابتدوا بالبنات من عمر 7 سنين لعمر 70 80 90. انا كنت عايز اعرف الاسعار. ال7 سنين 8 سنين تبقى فتية 500 600 دولار، واللي تبقى عجوز 60 دولار. ويا حظك يا بختك. اها يا حلاوة. وانت لهم مغطيين ولا رسهم؟ لا رسهم مغطية واجسادهم ربي كما خلقنا. انما عريانين. ايوه عشان بتكلم جد؟ جد. يعني الكلام اللي بيقولوه ده مظبوط؟ ايوه ما هو مش شفت قصة ولا ايوه ولا اسطورة، ده كلام صار وناس شافته وناس زي تنقله. وانت شفتيه؟ شفتهم في العالم. طيب انا بتكلم طب ده ايمان ده؟ لا ده اسلام. ده مش اخوات المسلمين مش شافوه؟ هو ده اسلام يا جماعة؟ ده هم بيطبقوا الكتاب اللي هم ماشيين عليه. لما يقولوا لك وانحروهم حيث تقسموهم، ده من الكتاب. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ده واقتلوا منهم كل بنان، يعني قطع الصوابع، شفت العذابات؟ صحيح. قطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف. مش كده يا جيجي؟ بيطبقوا كلامهم بالحق. معانا هنا في الاجتماع قاعده كبيره، يعني معانا مؤمنين كتير، معانا جنات، ومعانا الاستاذ جورج، ومعانا الاستاذ شربل، ومعانا هاروت وماروت، ومعانا طبعا مريم. الموضوع لما حد يسمع انه عم يصير شيء بيقول لا انه هي ممكن تكون من 500 سنة 1000 سنة، بس لا صار واقع. انسان اسمه طوني، اسمه اكس، اسمه هو مسيحي خلاص بالاسم. انت سوري؟ ضابط سوري؟ ضابط سوري اسمه طوني، اللي بيعرفه من منطقة ساحلية قريبة من المنطقة يعني. جريمته انه مسيحي بس هو انسان، حتى من الناس اللي كانت عم تحضر الاعدام كلهم قالوا انه كان انسان منيح، كان انسان جيد، ما كان يأذي حدا. ما اصلا المسيحي متربي على السلام، فما بيقدر يكون. حضرت مقتله؟ حضرت مقتله، وكان مقتله بال 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 بالسيف وبالنحل، ما ذبحوه من يعني قطعوا السكين. والناس واقفه حواليه سمعت صوت الدم بيطلع من اوردته، فصارت تصرخ انه ده مش اسلام. وده كان عقابهم، ده افظع من عقابه، عشان انت لا ده الاسلام الحقيقي اللي نحن بنتكلم عنه. ده الاسلام بس مش واخدين بالهم. طبعا وانت لو تحاول المسلم يقول لك لا نحن بريئين، ده مش اسلام، ولكن هو ده الاسلام. هو القراءه الحقيقيه طبعا تؤكد ان هو ده الاسلام. فده كان اول عمليه يعني قتل بشهدها شخصيا. طيب انت اضطهدتي باعتبارك علويه؟ طبعا. ولما اتجوزت جوزك اضطهدت باعتباري علويه اخذت مسيح. ولما انتقلت باعتباري لا ظهر رضي بيها ولا ظهر رضي بيها، وانت صرت مؤمنه، يعني انت مش تقصيه، يعني انت عندك خلافات مع الكنيسه الشرقيه والكنيسه الغربيه والمسجد الاسلامي والحسينيه الشيعيه. انا بقيت مرفوضه من كل يا ربي. وانت برضو شاهد الامتياز يعني طبعا عشان. انت برضو شاهد حي وشاهد امين على سوق النخاسة طبعا بتاع الرقة والطبقة طبقة، واللي كانوا بيجيبوهم من الموصل والعراق، بنات ايزيديات ومسيحيات، وفي كتير قصص رويت لاحقا على الشاشات الاخبارية العظيمة الكبيرة بالمجتمع العربي. أيوة تروي الحالات الاغتصاب اللي تعرضوا لها بنات، اللي كان يغتصبوا البنت 7 8 سنين، يسلموها الامير الوزير الشرعي القاضي لا اصغر جندي، بعدين ثاني يوم البنت تكون صغيرة يكبوها على الزبالة بحاويات القمامة الكبيرة، يجي ثاني يوم عمال النظافة يحرقوها اعتبارها روح نجس ممنوع حد يلمسها. يا ساتر يا رب. طيب ده بالنسبة للنخاسة وبالنسبة. طيب دي من اهم الفظائع، انه كان نحن مجبور نلبس النقاب، انا بس عيوني بتبين بس. ممنوع المراه تطلع لوحدها، بدها تاخذ معها يا زوجها يا اخوها يا ابوها يا
طيب. أنا عايز أدخل لمشاهد القتل لما كانوا يقتلوا يعاقبوا زي توني زي بتقولي إن أنت في النهاية بدأوا يقطعوا الرقاب ويعلقوا الرقاب على سور حديقة الرشيد. كل الناس شافت. أنا شخصياً بعد 10 سنين أنا دخلت ولكن حجب الموقع لكن حاطط صور الجثث وليس جثث الرؤوس فقط. رؤوس فقط لتكون عبرة للناس. يعني كان عندك الويب سايت ده بتاعك؟ كان عندي الويب سايت ولكن حجب باعتباره موقع يجرح مشاعر الإنسانية. هلا في أولا كانت الضحايا من كل الأطراف. كانت ثورة فاشلة لأن اللي تأذى الصور، اللي تأذى الناس البريئة، واللي تأذى الشعب. طيب دي كانت أول خطوة بالوضع الأمني. طيب أنا عايز أدخل بقى لقصة إيمانك عشان الناس عايزين يتعشوا. الموضوع إيماني إنه أنا كان عندي تمرد للإسلام وكان عندي حب لشخص يسوع المسيح، يعني ما كنت أعرف عنه إلا الرفقة المسيحية اللي كانوا معانا بالمنطقة. تعرفت على عائلة زوجي المسيحية، يعني اللي رضوا يحموا بنت زميلة ابنهم في الدراسة. انت زميلة ومدرسة معها في المدرسة، واحتميت عندهم فترة، ولكن بعد كده صار في انه لو انت حامي حد لو انت حامي حد عندك من اقلية انت وياه حتضطر، ده ممنوع. فأنا تزوجت، اتخذت قرار اني اتزوج. زوجي بيكبرني 19 سنة. لكن الزواج كان حماية ليك من الأهل. أيوة، ولكن المشكلة انه المنطقة ما فيها خوري كنيسة يزوج ولا شيخ يقبل يزوج مسيحي من المسلمة. ممنوع طبعا، عارف الإسلام معا. دزينة لازم تبقى لازم انت طيب لازم العقل. وانا لما اشتد الوضع الامني وانا بقيت حامل في بنتي انه خلاص ما انا ما قادرة اني كفي بالمنطقة هاي، فخبرني انه نطلع لمنطقة اهلي اللي هي على حدود العراق. اسمها ايه؟ الحسكة. انت من ضمن مرار لمرار. هو من مرار لمرار لمرار لمرار. طيب. وهو ما يعرفش طعم الحلو الا لذاء الموت. صحيح صحيح صحيح. امين يا رب يسوع. بالحسكة كان بال 2013 اخر 2013 اول 2014. انت رحت انت وجوزك؟ ايوه انا وجوزي. في لما رحت انا وجوزي كان يعني 14 حاجز للدولة الإسلامية في العراق والشام، احنا تخطيناها من الرقة للحسكة. طب انا بس حاجة مهمة، انا اصلي برضو حاجه مهمه. واحده مؤمنه عايزه، اخت اسماء جت لربنا، اخت اسماء في القاهره دي واحده ده اخير برضو ربنا بيعمله. الو الو الو. طيب أخت أسماء جت لربنا، يلا ربنا يزيدهم. في الحسكة كان كمان حرب بين الأكراد والدولة والعرب والعشائر. مسافة من الرقة للحسكة 3 ساعات، أخذت معنا 14 ساعة ونصف مع 14 حاجز للدولة الإسلامية في العراق والشام. معلش. ألو ألو ألو. أيوة أسماء. طيب ايه المطلوب؟ طب اتفضل. بس المكالمة على الهوا كده، المكالمة على الهوا. هي عايزة تتعمد؟ عايزة تتعمد؟ خلاص بكرة اكلمها واكلم ابونا ويعمدها. خلاص هي معهاش تليفون عشان تكلمني. طيب طيب انا طيب انا هديكي تليفون ابونا تكلميه انت وتقولي له
على اخت حضرتك انها جت للرب وعايزه تعمل. ماشي؟ اه باذن ربنا. مبروك يا بنتي، مبروك. يلا يا رب تيجي معاك. ها يلا هنبقى اكثريه برضه. يلا سلام يا ماما، سلام يا اسماء، الف مبروك يا بنتي، الف مبروك. معلش هي اخبار حلوه كلها. اتفضلي. وصلنا للحسكه خلاص. انا كنت حامل بس المولد بنت كبيره مريضات، اللي هي اول واحده، اول واحده نايمه نايمه في البث الاول كانت صاعيه. كان ظروف صعبه جدا بالسفر، وظروف صعبه جدا بالمنطقه اللي هي اهل زوج مسيحيين. مجرد عرفوا اني انا من اقليه علويه تزوجها شخص مسيحي، افتكروا انه بابا حيضرب صاروخ من الساحل لحسكه. يا ساتر يا رب. فده كان الرد المبدئي يعني، غير الرفض والكلام السيء. انا ولدت بالمستشفى تحت القصف، ظروف صعبه جدا. كانت مستشفى فين؟ في الحسكه. في الحسكه. انت احنا سيبنا الرقه وانتقلنا للحسكه. انتقلنا للحسكه، احنا معاكي في الحسكه. اه ايه اللي حصل بقى في ولاده ماري لويد؟ انا دخلتي للمستشفى عايزه اولد، وكان عندي ضغط منخفض جدا. كان عمري يعني عمري صغير، ما في عناية طبية طول فترة الحمل. قضيت فترة حملي تحت الرعب والخوف طبعا ما فيش اعتناء. لا انا نفسيا مدمرة، انا اقل توقعات انه تطلع عندي بنت مشوهة. لك نشكر ربنا جدا. امر ربنا يخليها لك. في الولادة كان صار في مضاعفات حمل، مضاعفات ولادة وانخفاض ضغط وتفاجئ وإشعاعات ببرود كتير بجسمي، وأنا كتب آخر شيء إنه المريء إنه الولادة نتج عنها وفاة المولدة. يعني أنت موتي؟ أنا مت، وكتب في التقرير وفاة. وكانت الطفلة خرجت؟ خرجت وأنا بسمع. فسألت هو بنتي ولا ولد، عشان انا كنت عارفه يعني معي بنتي ولا ولد. قالوا لي بنته خلاص. وانت غبتي بقى على الدنيا بعديه عشان ضغطي ابتدى ينزل وخلاص. ولكن بعد ثواني ما اعرفش هو اللي حصل معايا، رؤيه ولا حلم ولا حقيقه ولا انا نفسي، ولكن هي اشاره من ربنا انه انا مش سايبك. لو سابوك المسيحيين والعلويين والاسلام والبروز وكل طوائف الدنيا، انت بنتي. امين يا رب يسوع. انا شفت راجل بيدخل قسم التويف، بس قلت له انت لابس ايه؟ مش لابس، انا شايفه بس شايفه الوش. شايفه زي وشي منور. طفولي بريء قوي وكله مليان سلام ومحبه. قلت له ما الطبيب غادر، وانت جاي ليه؟ وكيف دخلتي لهنا؟ عشان ممنوع في المناطق اللي هي شرقيه تعتبر دخول الرجل الى قسم النسائيه، ولو كان زوجها. انا زوجي ناطرني في البول بتاع المستشفى. فعلي انا يسوع المسيح جاي اقومك من الموت. قلت له انت يسوع المسيح؟ انا في صدمه كده انه مش مصدقه. يا رب يسوع. ومسك ايدي، فانا عايزه ابص بايده كده، شفتي مسامير، اثار المسامير في ايده. انت قلت له وريني جروحك؟ قلت له انا مش مصدقه، فداني ايده ومسك ايدي. وزي اشاره كده يعني انا يسوع بمساميري باثار الصلب جيت اقومه. ومسك، وانا كنت متجمده على الزراء كده، ومسك ايدي. حسيت بالدفء كده بيدخل لجسمي وقمت. الحياه، دبيب الحياه رجع. دي وسط صرخه المريضه اللي كانت نفسي، كانت معايا في الغرفه. بعد ما سجل بالورقه توفيت. مسجله انك توفيتي، وفجاه لقيتك واقفه وانا برضه من 5 دقائق. ولكن يسوع ماسك في ايدي، ماسك في ايدي وشعرني. بتبقى لي قومي، ومش قادره اقوم. قال قومي، قال لي انا بساعدك قومي. قلت له لو فعلا انت يسوع المسيح قومتني من الموت، انا كل حياتي حتكون مجد لاسمك. امين يا رب. وفعلا من يوم ل هذاك طب اعطاني وعد انه انا مش حاسيبك. الله، ده وعده ليا كان. وانا فعلا برضي للوقت ده مش سايباني، مش سايبك. خدك من ايديكي ونزلني لي من الطابق الرابع للطابق الاول بنفسه وعلى الدرج على السلم. مش في الاسانسير. وهو اللي فتح لك العربيه؟ هو لا، نزلنا تحت. لازم كان تيجي التاكسي على باب المستشفى واطلع فيها. لا، تحول المستشفى، وكان في عساكر مجروحه وانضباط.
مستشفى عسكري. مستشفى عسكري. فقال لا ممنوع السيارة التاكسي تيجي لقدام الباب بس من أنتوا تمشوا. فأنا عم بطلع أنا مش قادرة أمشي لهنيك. وأنا مش شايفة بنتي يعني أنا وشها شفته بالبيت بعد ما رجعت البيت. قال لي أمشي أنا حسابك. وفعلا مشيت 50 متر وصلت التاكسي. يا رب يسوع. وأنا بعد ما جيت إنه العالم صار تسأل إنه أنتي تأخرت ولادك قلت لا أنا ولدت وجيت. ما حد كان صدق انه خلال ربع ساعة زي ما تكون راح تخلق سنتكم. حاجة غريبة طبعا. لكن يسوع يقدر. اكيد. الهنا العظيم اللي جابك بيد قوية يقدر. امين امين. تمام. نشكر ربنا انه انا عايشة كنت بفرح اللي صار معي وفرح ولادة بنتي وفرح انه فعلا الحياة الجديدة. انا عايز اقولك حاجة. انت عاملة زي ما تكوني شوال. من الألمات والضيقات عمري ما شفت حد عنده مأساة زيك. بسمعي بس علوية مش مقبولة من المسلمين مش مقبولة من المسيحيين. جوزك سليم ربنا يطول في عمره مريض. سليم اسمه ايه؟ سليم بس مش سليم مريض. سليم بس مش سليم. اسمه سليم. بس مريض وكده. شفتي سوق النخاسة وشفتي القتل وشفتي الحسكة ولو منفوت بالتفاصيل الإجرام ممكن في إشياء ما يقدر العقل البشري يتحمل يسمعها. يمكن نشوفها بس بأفلام اللي بتنعرض على الأفلام الرعب. في الحسكة كان أول شيء رفض أهل زوري لإلي ولادة بنتي صار الوضع أمني كتير صعب تهديد يعني صار كتير يعني الوضع سيء جدا انا صار عندي ما عاد خاف على حالي على زوجي صرت خاف على الولد على البيبي الجديد ولكن كان عندي ثقه ان الله اللي ما سمح اني موت بهاي الولاده مش حيسمع اني انذى بهذا الوقت انا بعد في رساله يا رب يسوع وهو السبب اني انا موجوده هون عم اوصل هيدا الرساله لمسجد هذيك اللحظه امين يا رب يسوع امين يا رب يسوع هلا انا بتكلم بفرح بصوت انا لما كنت اتكلم بهذا الموضوع العالم تضحك شو صرتي انت رجيتي يا اكيد 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 ما حدش هيصدق لكن احنا بنصدق يعني بنصدق لان احنا عايشين المعجزة. كل انسان اختبر الولاده الجديده احنا حاسين وعايشين عايز اقول لك حاجه تانية مهمه انت الاسلام او العلويه العلويه طبعا تخفيف اول الاسلام ما فيش قيود ما فيش فرائض مؤمنه كده كنت يعني حاجات مش مطلوب منك حاجات كتيرة لكن في المسيحية من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه صحيح صحيح طب أعمل صليبك إزاي يا رب وأنت أنت تقدر تحمله لأنك أنت إله المجد لكن أنت وربنا وعدنا ما قال ما أقرب الطريق صحيح من الكرب والبلاء صحيح ومع كده بنقبل عليه أنت فرحانة بالبهدلة اللي أنت فيها دي يا دكتور أنا اسمي فداء فداء. انا خلقت باسم فداء يا ده اسمك ده اسمي من الولاده اللي بابا وماما ولدوكي ايوه وسموه فعلا الاسم انا حملته وعشته واللي خلقنا على صورته وشبهه في من بدء الخليقه فداء عطانا حريه وعلى صورته وشبهه لازم نتحمل اللي تحمله ونمشي في الطريق نحن الصليب يعني انت فرحانه بيسوع رغم كل اللي انت فيه رغم التهديد بالقتل وانا طلع ودموعك قريبه كده طب اسمعيني طيب انت دلوقتي المرحله الاخيره بقى من عذاباتك لا دي القبل الاخيره لا اتفضل ده كان هو اعلان اسلام زوجي من قبل اهلي لما كان 3 سنين انا مش معروف انا وين تم بلاغ لامني مخطوفه من داعش وتعمم على كل الحوالي كل ما اروح من منطقه لمنطقه اروح على المخفر للامن لا انا مش مخطوفه انا موجوده فهي كانت اول عذاب لما وصلنا لمنطقه اللي فيها نظام ودوله وامن كان اول عقوبه انه نقاد للمحكمه الشرعيه تسديد زواج اسلامي مع ان اصلا نحن عربيه ما بنعترف بالكتاب عقد النكاح المعلن وجهاد النكاح اللي هم بيعتبروه وبيمارسوه وبيشجعوه ونحن رافضينه لكن رحنا للمحكمة الشرعية لتثبيت الزواج كان ده صدمة لزوجي صدمة إلي صدمة لأطفالي اللي تسجلوا 3 لا كان عندي بس ميري إسلام أنا هلأ يعني أمي نبي يسوع المسيح زوج وأب أولاد مسيحي منذ الولادة من أجداد مسيحيين أطفال إسلام بحكم القانون الشرعي الإسلامي سوريا بس ده المفروض يتبع الأب
ده المفروض يتباع لك في دولة أوروبية أو أمريكية، ولكن في قانون العرب أنت تتبع القرآن، مع أنه يعني ثلاثة أرباع المشرعين ما بيعترفوا أنه يعني أولادك اعتبروهم مسلمين أو يعتبروا لقيط لقطاء لقطاء، لكن أنت عمتيهم هنا. أنا عمتهم، لا منذ ميلادي عمتهم، أنا من كان ماري عمرها 45 يوم تعمدت في الكنيسة السريانية، وجابوا يوسف تعمدوا على المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان. طيب قررت انه انا اجي على لبنان، لازم امشي لان مستقبل اطفالي مش بلد مسلم. انا شفت الاسلام، شفت اجرام الاسلام، شفت ارهاب الاسلام. هو في اللي شفتيه انت حد شافه؟ في ناس شافته مش قادرة تحكي فيه، وناس شافته خافت. كان قرار اني اجي على لبنان كرمال مغير مصير الولاد، مش مصير مغير، يعني انا احس انه لا، انا كأم انا اتخذت القرار ان يكون بنت يسوع المسيح. امين وامنت فيه. انا رح اخلي اولادي يعيشوا اولادي الرب. انت عايزه ارض حريه تمارسي فيها عقيدتك وفرحك بيسوع، تروح الكنيسه تشهدي لربنا. صح صح. ولكن كان انه في وقت قررت اني اغادر، زوجي اجته جرحى قلبيه ذبحة، واضطرينا نفوت المستشفى في ظرف 6 شهور، تعرض لجلطتين، وكما قامني رب مجد من الموت أقامه من الموت. أنا صار مع مضاعفات ونزف شرياني، ونشكر. هو مش معاكي ليه يا ميرفي؟ أولا القانون السوري هو على الضمان الصحي السوري ما يقدر يعبر الحدود على لبنان. ثانيا الأمور الحدودية صعبة باعتبار أنه أنا عندي مذكرة بحث أمنية، ما بقدر عبر الحدود، وهو نفس الشيء باعتبار الظروف، فصعب كثير يا بلان. شيء ثاني، انا 4 سنين وانا له اطفال لوحدنا بلبنان، يعني تحملنا في لبنان اللجوء والهجره والمتاعب. انا الصغير عندي عمره 4 سنين ونص، شفت لهم كان عمره 1 سنة بس. يا رب يسوع. انا جيت لاول شيء علمه انه ما في مدارس سوريه بتقبل متعلم مسيحي لولد مسجل مسلم. هياخدوا الشريعه بالاصول. طيب صح. وممكن بعد كده يدرسوه، يطلع داعشة. حلو كده. صح. حلو كده. صح. تربيه. فكان اول خيار اني اغادر لبلد يحترم حريه الممارسه الايمان وليس العقيده، الايمان. الايمان صح. لان المسيحيه والاسلام، المسيحيه هي حياه اب وابناء. أعطانا سلطان، أعطانا حرية، ولم يضع قيوده وسائل. الإسلام خوف. أنا بقول لك، أنا بقول لك حتى صورة ربنا في الإسلام صورة مزعجة، صورة الله في الإسلام صورة مزعجة، صورة واحد ظالم كيان. بيقول إنه محب ومكار ظالم. 99 اسمه كده، ولكن فجع تطبيق العمل وليات ما فيش ولا صفة. لا ما فيش، كله بيفخروا بإنه ظالم ويبطش المهم. مش هنجرح في المسلمين، مش هنجرح، هنجرحهم كفايه. لا احنا بنقول الحقيقه. ليه افلتنا من الاسلام؟ ليه اتركنا الاسلام؟ ما هو لو حلو احنا مش هنسيبه ونتبعه. ممكن الناس تقول انه انت كنت مجبره وبتمارس، لا انا كنت حره عايشه في بيت ما كثير عنده فرائض، ولكن ما كان ما كنت اعرف، اريد ان اعرف من هو الله. أمين. من هو الطريق والحق والحياه. امين امين. طيب انت وصلت فعلا ادرس وواظب على كنائس اعلنت ايمانك؟ اعلنت ايماني منذ البدايه، ما خفتيش خالص، ولكن التهديد اللي صار، انت لو حتمارسي الشيء انت عم تعمليه حتتعاقبي. وفعلا كان اول التهديد ده من مين؟ من مش بابا، من بابا وماما، من اخوه بابا، من اعمامي. اللي هم متشددين شوي؟ لا مش متشددين، هم كانوا عايشين حياه طبيعيه، بس بعد الازمه السوريه هم تشيعوا للحزب الايراني. فصار عقليتهم مبرمجة للفكر التطرفي التطرفي الإرهابي. في تهديد بالقتل من لما وصلت لبنان لي ولأطفالي، وربنا قادر إنه يكمل الحماية. في ناس كثير حتقول لو أنت خايفة وتطلعي بالشكل ده، أنا عملت أول مقابلة تلفزيونية وحطيت صور أطفالي باسمي وهويتي كاملة، وكانت مصر يعني مع قناة تلفزيونية معروفة جدا. في ناس كثير أكيد حضران اللقاء قبل. ماديا، نصب مادي، نصب إيماني، يعني هم بيتكلموا بالمسيح، بيعطوك وعظة 3 ساعات ونحن أخوة وإلهنا إله واحد. كان وعدوك بإيه طب؟ أولا كان الوعد الأول هو السفر، لأن هلا أنا بدي أسافر، مش
لأن أنا حابة أسافر أتغرب، الغربة صعب طبعا. ولكن أطفال أنا اخترت الطريق صعب، ولكن أنا أخذت معي 3 أطفال لوحدي. صحيح. فكان أول موضوع إنه نحن حندعيكي لحضور مؤتمر كنسي في دولة أوروبية لوحدك. طب أنا معي 3 أولاد لوحدي، لوحدين أتركهم وين؟ في مبالغ مالية تحولت، والناس اللي حولتها بعثت لي إنه تم تحويل المبلغ إنه لحساب القناة، بس أنا ما استلمت شيء. كان موضوع خد الفلوس. أيوة. لو وصلوا حيكون واحد. طبعا أنا 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 عارف الشخص اللي تتكلم عنه، بس إحنا مش بنفضح حد ولا بنتكلم على حد، أنا عارفه وتعاملت معه، ربنا يسامحه، ربنا يباركه، ليعرف أنه هو غلط في نفسه، غلط في علاقته مع رب. طيب خلينا الآن. طيب وإيه تاني حصل لك؟ بعد كده خفت وتهددت وطلعت مقابلة برضه ونقابة، وكلمت بغير لهجة عشان أنا أتكلم مصري أول. كمان برضه لا كوني حكيمة، لا أنا شايفة إنه ربنا في الوقت ده عايزني أطلع كده، في ده بهويتي بشخصيتي، بناس كتير تشوف وتعرف إنه المسيح هو الطريق والحق والحياة. يا ناس فوقوا، يا ناس اسمع ربي يسوع. ناس مش شايفة شيء. أنت مش خايفة يعني؟ ايه اللي خلاكي فعلا انت في عز ايام داعش وفي القتل، وانا كنت بحضر قتل كل يوم؟ يا فداء خلينا نتكلم في فداء، انت كلتين يا بنت في ايه؟ بص في عز احنا متفقين انك انت تيجي وتحط كمامه. ليه غيرت رايك؟ دي اشاره من ربنا انه لا، الخوف ده والصمت ده، وانت حتصمتي وغيرك حيصمت، غيرك حيصمت، لا حيكون ما فيش صرخه لناس فوق. اسمع اللي في بالي، فانه خلاص يعني مجد ربنا حيظهر حيعلن. طيب انا تلاميذ المسيح كانوا معروفين، تعذبوا في ايات حلوه كثيره. المسيحيين للاسف، المسيحيين الاسلاميين طبعا، احنا بنودين ليهم، هم اللي حافظوا على الكتاب وهم اللي وصلونا للإيمان. هم حافظوا على الكتاب ولكن ما حافظوش على الوصية، وهم بدماهم ارتوت الكنيسة. لكن يركز على ايه؟ كونوا حكماء. يركز على ايه؟ ان اسمته ربنا يدافع عنكم. يركز على طب وهو ربنا اللي حماني في السنين السبع عايز يحمينا هنا في وبعدين يقول لك يعني انت مثلا ايه؟ يقول لك لا يوضع المصباح تحت المكيال. يعني انت شهاده، ربنا ظهر ليك عشان تشهدي ليه. ما اقدرش احط الشهاده دي تحت السرير، ولا احط الكلمه. انا بقدر كل ظروف الناس، هتكون شهاده ولكن يمكن هتكون شهاده نافعه. انا بقدر ظروف الناس، وانا ما عارفه انه اهلي هيشوفوا المقابله دي. كويس الحمد لله، ما اعرفش يمكن يكونوا فخورين فيا او مبسوطين، او ربنا يديهم يشوفوا النور اللي فيكي. لو عايزين ان هم يعرفوا ايه الفرق بين الاسلام وبينكم، انتم مش اسلام. طيب انا عايز اقول لك حاجه من خلال ولكن الموضوع في لبنان كان اصعب من سوريا. إيه؟ على فكره يعني ما جيتش للراحه، لا انت 4 سنين وحديك. وحدي بظروف صعبه، بكنائس ماديه، في كثير ناس واخوه مؤمنين، ولكن في كثير كنائس تجار لها رب المال وليس يسوع المسيح. وكثير شفنا انه انا تعرضت لمواقف انه مقابل شهاده المعموديه انت تدفعي $1000، انا لا اعطيكي شهاده لازم. وفي ناس كثير قالت لا انت ممكن تدرسي وممكن تتعمدي، وناس كثير جيدين وناس كثير سيئين، ولكن ندعو بالبركه للسيئين وللجيدين، ليروا انه مجد الرب. ماشي نصلي. هلا انا بلبنان ظروف صعبه من كورونا، ما في شغل، ما في عمل، انا في مدارس اولاد، في اجار بيوت، في عمل. انا من اول لحظه لاخر لحظه متكله على نفسي. امين يا رب. بالعمل طبعا انا عندي لغه انجليزيه منيحه، كنت عم درس في البيت. بالكورونا وقف انه منع هالشيء. هلا بالوقت الحالي يعني ظروف صعبه، ولكن ربنا اللي بيدبر في كل لحظه. كان مد ايده وحس فعلا انه بالزمن اللي وصلت لحافه الهاويه الرب بيبعث دعم انه يعرف الاحتياج. امين امين. انت شهاده حيه، انا بشكر ربنا عليها. انت بترفعي صوتك من خلال قناتنا على اليوتيوب، على فكرة مش قناة بسيطة،
احنا بيشوفنا في الشهر 4 مليون على الاقل. ربنا يكرمك. فالكلام ده كانش بيحصل وانا عندي القناه، قناه تلفزيونيه ساتلايت، كنا بندفع مبالغ كبيره للساتلايت على الاير للهواء، لكن احنا مش بنتشاف دلوقتي لان ربنا بيعلن مجده في عمل بسيط لا بيكلف حاجه، والسماء مفتوحه ويلا اعلن اسم يسوع، كلم الناس عن يسوع، وصل ألامات وضيقات الذين اضطهدوا على اسم يسوع وعاشوا حياة يسوع أو أحد تلاميذه. مش نتكلم وعظ 4 ساعات ونتكلم في الكتاب، لازم العمل، ونحن أخوة لازم قدوة، لازم تطبيق. صح. أنا لما أجي أشوف الواعظ أو الأخ بيتكلم صلوا صلوا، طب وانت عارف انه ما عنديش اكل، لما حصل لي حصل لي حصل لي، طب اوكي. في ناس كثير من ايام زمان كانوا يصلوا، كان عندهم ثقه انه ربنا حيعوض، وانا منهم كان بيحصل. صحيح. ولكن في ناس استغلت الموضوع، وانا حصل لي واقول كلام وردد ورد، خلاص ربنا زهق منكم. خلاص يعني انتم فريسيين. عندنا امل ورجاء في انكم تسمعوا هذا الاختبار، وزي ما عرفنا نساعد جورج وجنات، ونساعد اسماء وعادل، ونساعد سوما اللي خرجت من ماليزيا الى الاكوادور، ونساعد حالات كتيره ربنا. الناس بتسمعنا، الناس بتصدقنا، الناس اصلها بيبان. فانا بحط قصه فداء امامكم، بطلب منكم دعمها، بطلب منكم هي نفسها تجيب جوزها وتروح بلد تقدر. قصتها اترفضت في الامم المتحده هنا، قالوا لها دي خلافات زوجيه، يا عم عائليه، هم قالوا لك هيقتلوك احنا مالنا، خلافات عائليه. تقول لهم انا كنت مسلمه وبيت مسيحي، لا خلافات عائليه طبعا، دي حريه شخصيه هنا في النقاه، بس اهلي سوريين. لكن طبعا في موظفي الامم المتحده على فكره معظم المسلمين اللي هنا، فبيعملوا ضدكم. فاحنا بنرفع صلاة الحارة، وقلوبكم مشرقبة نحو السماء، امسك في ربنا معايا وقول يا رب يسوع المسيح، سيج على بنتك فداء وعلى اولادها وعلى جوزها سليم وعلى حياتهم، ان 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 تنتهي ألماتهم. مش هتنتهي، احنا ربنا وعدنا ان 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 في ألمات، بس في نصرة وفي احتمال وفي قدرة على تجاوزها، لان الايمان من غير صعوبات من غير ألمات ملوش لازمه، ما يمتحنش، ايمان سهل، ايمان. لذلك انا لما بشوف مسيح مرفع كده ومعزز نفسه كده ومفيه وماشي جنب الحيط، ما بقولوش انت مسيح خالص، لا، الالم جزء من المسيحيه. الضيقات وانه قد وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا ايضا معه. الالم يا جماعه جزء من المسيحيه، من غير الم انت مش مسيحي، ما تضحكش علينا. احنا ألمات بنتنا فداء بنحطها امامكم وبنطلب منكم صلاة. عايزة تقولي حاجة؟ انا عايزة اصلي في ختام اللقاء قبل ما تصلي عايزك ترنمي مرصوتي البنانة، معلش حتة صغيرة حتة عجول، يلا معايا يا اخي العجول معايا، يلا اتبناني رضي بيا واشتراني، حن عليا نساني الماضي اللي كان، خلى حياتي تكون اعلان، خلى حياتي تكون اعلان، حياتك اعلان يا فداء. امين. وربنا وصل صوتك النهارده لكل الناس. ربنا يريد كل واحد فينا يكون شهادة حية. أمين. شهادة حقيقية أمام اسم رب يسوع، شهادة تكون لمجد اسمه. وطبعا أنا الإيمان ناقص بلا أعمال. نعم يا رب يسوع. وأعمال ثمار إيمان. أنا بعتبر أنه كل كلمة تخرج من فم إنسان اختبر وعاش حتكون عمل. أمين يا رب يسوع. دي إشارة من ربنا أنه أنت عندك ثمار في حياتك، في أعمالك حتكون كلامك أعمال. أنا ما أقدرش أعطي ولا أقدرش أساعد، ولكن ممكن. أنا شايف فيك خادمة. أمين. باسم الرب يسوع يستخدمك، صلوا من أجل استخدامها، عندها طلاقة وعندها ربنا يساعدني ان انشئ كده قناه على اليوتيوب زي الدكتور محمد وعلي، وتشهدي ربنا. امين. اتفضلي صلي لنا بقى. انا عايزه لكل حد سمع اللقاء من اي بلد كان، فتحوا عيونكم، فتحوا قلوبكم. لا يستطيع الانسان ان يرضي
العظيم. امين يا رب. يا من اعطيتنا السلطان ان نكون ابناء اولادك. امين يا رب. انا بهالوقت بحط كل انسان في بقلبه شيء تجاهك. امين. ان يعرف انك انت الطريق والحق والحياه. امين. ولا طريق الى الاب الا بك. امين يا رب يسوع. بدء الخليقه يا رب. وانت انت الاله الحي. لك المجد. تعطي على ما تعطي دلائل. باسم رب يسوع. وانت اعطيتنا الحريه كامل يا رب. باسم رب يسوع. تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. نعم. لن تحدد لا جنس ولا طائفه ولا لون. نعم يا رب. يا رب. نعم. نحن كلنا اولاد يا رب. نعم يا رب. اعطي يا رب كل واحد ان يكون ابن حقيقي لك يا رب. أن تلمس قلب كل إنسان محتاج. جاي يا رب أنا بركوع وسجود أمام قدميك يا رب. أمام جراحك يا رب. أمام آلامك وأثار القلب على يديك ورجليك وإثبيت شوك يا رب. لك المجد. أنك أنت يا رب تفتح القلوب والأقوال من الأخوة اللي عارفين وعايشين بجهل وبضلال الإسلام يا رب. أنه يفتحوا عيونهم يا رب. أنا جاي يا رب كل إنسان مؤمن. اتقوي يا رب. اتصدق اسم الرب يسوع. تعدد يا رب إيمانه. يكون اسم يسوع. أمين. يا رب لك في كل بقاع الأرض. اسم الرب يا رب يسوع. الثورة السورية كانت رسالة لكثير ناس تعرف منها. وناس كثير تستغل يا رب. نعم. هذا الاسم يا رب. نعم. يا رب أنت اللي يكون اسم رب يسوع. الحق والحق الفاصل يا رب. وأنت تعرف اسم يا رب مين المؤمن الحقيقي يا رب. مين اللي جاي عند رجليك يا رب. راكع يا رب. انت الاله يا رب. انت الاله يا رب. المس قلوب الجميع يا رب. انت يا رب سيج حوالين المؤمنين يا رب. احميهم في كل بقاع الارض. في الهند يا رب. في باكستان يا رب. في امريكا يا رب. في كل اماكن عالم. في مصر ناس كثير يا رب اضطهدت وقتلت بسبب الايمان. في سوريا ولبنان يا رب. انت سيج حواليهم سور من نار يا رب. سور من نار يا رب. ابعد كل شر وشر عن كل اولادك يا رب. اطلب منك يا رب انك انت تفتح كل الطرق المسدوده يا رب. حتى توفيقك يا رب. باسم رب يسوع. باسم رب يسوع. عنا ثقه يا رب. امين. انه لو عشنا ظروف ليست الافضل ولكن تختار لنا الافضل يا رب. ما نراه نحن المناسب لا يكون المناسب لنا يا رب. حسب مشيئتك يا رب. انت يا رب افتح يا رب. اسمك أصلي يا رب. وعندي ثقة ولكن أنه بإذن كل ما نطلب باسمك يا رب يكون مستجاب نحن وكل من قال آمين. آمين. أعزائي المشاهدين الكتاب ده ثمنه غالي. الكتاب ده احنا عارفين قيمته. عارفين طعمه. عارفين روحه. عارفين حلاوته. عارفين قيمته. الكتاب ده احنا اتمررنا عشان نفتحه ونقراه. ويدينا اسراره وجماله. ادفع الثمن وما تخافش. انت خدت الابدية. اعزائي المشاهدين اشكركم. واطلب منكم صلاة خاصة لبنتكم فداء. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. انتظرونا. وسلام رب المجد معكم. آمين. آمين. نعمل دينا ما عملناهاش.